نبتدي قبل ما نعلن بياناتنا النهائية ونقول أرقامنا النهائية ونبتدي في الجلسة الختامية، الصديق العزيز الأستاذ جمال غطاس، طبعا هو رئيس تحرير لغة العصر، وكان عنده برزنتيشن أعتقد أنها هتكون بالنسبة لنا مفيدة في الفترة القادمة أننا نبص عليها في دقائق، ونبدأ بعد كده في حواراتنا وفي تقديم البيانات الختامية قبل أن نستمع لكلمة معالي الوزير الأستاذ جمال غطاس. السلام عليكم. شكراً أسامة، وأنا سعيد أن أنا أكون مع حضراتكم في الجلسة دي. أنا هتكلم بسرعة شديدة على موضوع المفروض أنه كان المعرض ما يعقد وينتهي بدون أنه يتعرض له، كان هيبقى الشيء مش كويس. لكن إحنا محتاجين نعرف التعديلات اللي حصلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية الأخير، وما يتعلق في هذا القانون بإدخال تكنولوجيا المعلومات داخل المنظومة الانتخابية في مصر، وما يمثل ذلك من فرص أو مكاسب محتملة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. طبعا أنا الوقت المتاح ليا ضيق جدا، فهمشي بسرعة، وتحت أمركم في أي تساؤل بعد كده لو في أي حاجة. المناقشة، النقاط اللي احنا هتناولها مع حضراتكم بسرعة، هو إزاي ممكن نبص على القانون القديم من منظور معلوماتي وتكنولوجي؟ مصر كانت بتخسر إيه بسبب هذا القانون؟ ثم نظرة معلوماتية أيضاً على التعديلات الجديدة، وإيه هي المكاسب اللي اتحققت بعد التعديلات، وإيه هي المكاسب اللي ما اتحققتش، وإيه هي التحديات العاجلة أمام قطاع الاتصالات اللي المفروض يشتغل عليها خلال هذه الأيام، وأيضاً إيجابيات وسلبيات موقف القطاع ككل في معركة إصدار هذه التعديلات. الإطار التشريعي أو القانوني والإجرائي للانتخابات في مصر، القانون القديم كان بيحدده مجموعة من النصوص، حضراتكم ممكن تكونوا شايفين أجزاء منها على الشاشة، منها المادة الأولى من القانون والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية ليه. وبمنتهى البساطة كده، المواد دي وايضا مجموعه اخرى من المواد اللي كانت متنطوره داخل القانون ولائحته التنفيذيه كانت ببساطه بتمنع تماما دخول تكنولوجيا المعلومات باي دور باي شكل باي نسبه في عمليه الانتخابات من الالف الى الياء. ده القانون القديم. الاطار الاجرائي ده كان ماشي ازاي؟ ان كان عندنا اداره الانتخابات في الداخليه بتاخد بيانات من الرقم القومي لمواليد بعد سنه 82، وبتاخد بيانات من وزاره الصحه، وبعدين بتنزل بتطلع لها بيانات من المواطنين، اقسام الشرطه، مديريات الامن، الكلام ده كله كان بيحصل بشكل يدوي. ثم ساعه الانتخابات بتنزل الكشوف لمديريات الامن وبعدين اقسام الشرطه واللجان الانتخابيه. ده ولد عندنا نموذج لتداول وانتاج البيانات الانتخابيه، كان نموذج راسي مقفول على وزاره الداخليه تقريبا لوحدها وشويه من وزاره الصحه والرقم القومي. الشكل ده من تداول البيانات خسر مصر الآتي: أول حاجة إنه عمل عندنا فجوة بين عدد المسجلين في الجداول وعدد اللي ليهم حق التصويت، وده على طول عمل فرصة لعمليات القيد الجماعي اللي كانت بتتم بعشرات الآلاف من الأصوات يوم الانتخاب ومن غير ما حد يقدر يضبطها. الحاجة الثانية إنه ما كانش فيه كود تعريفي للناخب على مستوى البطاقة اللي موجودة في جيبه، ولا على مستوى اسمه في الجدول، ولا ساعة التصويت، وده كان الباب الملكي لتصويت الموتى والأطفال والمغتربين. الحاجة الثالثة أنه التدوير الرأسي اللي احنا شفناه خلى أن في فجوة تتعلق بالناس اللي في وقت من الأوقات بيبقى من حقهم التصويت، وفي وقت تاني يبقى مش من حقهم التصويت، سواء اللي كانوا صغيرين وكبروا ودخلوا جدول، أو اللي صدرت ضدهم أحكام، أو اللي كانوا في المؤسسات العسكرية والأمنية وخرجوا واكتسبوا حق التصويت بعد ما طلعوا. الفجوة دي كانت بتطال حوالي من 8 ل 10 مليون واحد. ايضا كانت بتدي فرصة للتزييف. بعد كده كان عندنا انه لما المادة الاولى من القانون ولائحته التنفيذية كانت بتخلي المواطن هو اللي يدي بياناته مباشرة، ده خلق عندنا بيانات متدنية الجودة. تدني جودة البيانات كانت تمثل في ان احنا بنسجل بيانات الناخبين الاسماء خصوصا اما بشكل ثنائي او ثلاثي، البيانات ممكن تبقى غلط او تبقى ناقصه،
وده كان بيعمل مشاكل لحظة التصويت، تبقى رايح على اللجنة ما تلاقيش اسمك أو تلاقيه أو تلاقيه باسم ثاني. وآخر حاجة إن ما كانش عندنا معايير مرجعية على المستوى القومي تخلينا نعمل تحديث وتنقيل الجدول بشكل سليم، وده خلى إنه عملية تنقيل الجداول نفسها بقت تبقى مدعاة للتزوير، يعني لو عايزين يزوروا يقول إحنا هننقي الجدول. الخسائر اللي خسرها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القانون القديم تمثلت في الآتي: أولاً إنه كان عندنا مشاكل، أول حاجة فيها إنه كان في منع من المنبع لاستخدام الرقم القومي وقاعدة بياناته في العملية الانتخابية، وده على طول زي ما قلت قطع الطريق ناحية أي منهجية يمكن أن تؤدي إلى رقمنة للعملية الانتخابية وتحظى بالثقة الجماهيرية والسياسية، ودي عملية مهمة جداً. الحاجة الثانية إن كان عندنا منهج ورقي فقط في كل المراحل دي، وده سد ايضا الطريق قدام ادخال اي ميكنه سواء قصيره الاجل او طويله الاجل في العمليه الانتخابيه، وبالتالي ضيع كل البيزنس اوبورتيونيتيز على القطاع بتاعنا في انها تخش هذا المجال. الحاجه الثالثه انه كان في عدم وعي بوجود التصويت الالكتروني اصلا، وبالتالي ما كانش فيه تفكير على الاطلاق في هذا الامر في القانون القديم. الاطار التشريعي الجديد اللي هو المفروض ان هو طلع من حوالي 10 ايام بيتلخص في مجموعة المواد اللي أنا هعرضها بسرعة شديدة. المادة 3 مكرر ألف اللي بتقول إنه هتنشأ أمانة فنية دائمة للجنة العليا للانتخابات، ودي هنرجع لها تاني. مادة 3 مكرر ثانيا بتختص اللجنة العليا للانتخابات بالإشراف على إعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها إلى آخر النص اللي معروض قدام حضراتكم. مادة أخرى بتقول إنه يشكل رئيس اللجنة العامة أمانة عامة لها برئاسة اللجان العامة اللي هتشتغل على مستوى المحافظات. لو هتلاقوا هنا في كلمة بالأحمر اسمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يعني القانون ادانا موطئ قدم في المطبخ الأساسي للعملية الانتخابية على مستوى اللجان العامة في المحافظات، وده إنجاز كبير جدا. المادة الخامسة، ودي المادة الحاكمة في القانون بالنسبة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انها بتقول ان احنا هننشئ قاعدة بيانات للناخبين تلقائيا، وانا حاططها بالأحمر عشان المفترض انه التطبيق اللي احنا نشتغل عليه بعد كده يخلي ان قاعده بيانات الناخبين تبقى في ربط وفي سينكرونايزيشن بينها وبين قاعده بيانات الرقم القومي. في الماده 7، الماده 11 بتقول ان الموطن الانتخابي هو للمسجل ببطاقه الرقم القومي، وفي ماده بتقول ان المحكمه لازم تبعت كل اللي صادرت ضده احكام للجنه العليا للانتخابات عشان تعدل الجدول، انه لا يقبل في اثبات شخصيه الناخب الا الرقم القومي. والمادة 4 من المرسوم، ودي أهم وأخطر مادة كلنا لازم نبص عليها، إنها طلبت استبدال عبارة قاعدة بيانات الناخبين، يعني بدل ما احنا هنقول جداول الناخبين هنتكلم على قاعدة بيانات الناخبين، يعني احنا اتنقلنا من المرحلة الورقية بالكامل إلى المرحلة الرقمية في التعامل مع بيانات الناخبين على مستوى مصر. لو حاولنا نرسم الإطار ده بشكل سريع كده في الجراف ده، هنلاقي انه عندنا تحت في مصادر تغذية بالبيانات اللي هي هتبقى شبكة معلومات مكاتب الصحة، بيانات العسكريين والأمنيين، بيانات من المصريين في الخارج دي مستقبلا، كل ده بيخش على الرقم القومي، وبعدين بيطلع من الرقم القومي بيانات الناخبين في بتروح للجنة العليا للانتخابات للأمانة الفنية الدائمة، وبتنشئ منها قاعدة بيانات الناخبين، وبتتلقى من النيابة العامة ومن القضاء ومن المحاكم مين اللي صدرت ضده أحكام تمنع عنه حق التصويت. بعد كده كل البيانات اللي هتبقى عند الأمانة الفنية واللجنة العليا للانتخابات هتروح على نظم التصويت اللي هي ممكن تبقى ورقي أو إلكتروني أو أيا كان، نظم إدارة مراقبة الانتخابات، لجان التصويت، المجتمع المدني، الأحزاب الداخلية وغيره. هنا أنا عايز أقف بس أقول إنه إحنا كلنا قدام مهمة إن إحنا نتأكد إنه المسار بتاع إنتاج جداول الانتخابية يمشي في المسار ده، ومفيش حد يتكالب عليه ويعمل حاجة غير اللي موجود في ده، لأنه هيبقى غير قانوني. الخلاصة اللي خرجنا منها من هذا التصور إن إحنا قدام إطار كسر سيف الأمن وفتح الطريق للتكنولوجيا، وده إحنا لازم نستعد في إن إحنا نكمل عليه ونحاول نوصل من خلاله إلى توليد فرص عمل زي ما أنا هقول في الحاجات اللي جاية. من ناحية المكاسب اللي بيحققها الإطار اللي فات لقطاع تكنولوجيا المعلومات، إن احنا اتنقلنا للمنهج الرقمي، فبقى قدامنا الباب مفتوح للدخول في المنظومة الانتخابية بالكامل. إن احنا أدمجنا قاعدة بيانات الرقم القومي في العملية الانتخابية، فبقى عندنا مصدر موثوق جماهيريا وسياسيا يخلينا نشتغل بشكل رقمي، وإن عندنا خريطة طريق
بتخلينا نشتغل ونبدع بعد كده في سلسلة من التطبيقات في المرحلة المراحل الانتخابية كلها. ايه المكاسب اللي متحققتش؟ هتلاحظوا حضراتكم في الجدول ده اللي مكتوب بالاخضر احنا كنا بنطالب بيه لكن لم يستجاب له. الحاجات العاجلة عشان نعظم المكاسب من القانون ده بالنسبة لقطاع الاتصالات هما حاجتين: العمل على الأمانة الفنية، هنا المادة اللي قدامنا بتقول إنه هيصدر قرار جمهوري بتشكيل الأمانة الفنية الدائمة للانتخابات، ودي المفروض إن احنا نشتغل على مشروع قرار جمهوري يطلع من الشركات ومن الوزارة ومن الهيئات عشان نقول رأينا فيه. اللجنة دي هتبقى ازاي من ناحية الاختصاصات؟ انها هي اللي هتبقى مسؤولة عن ملكية بيانات قاعدة الناخبين، ازاي هتدير علاقتها مع قاعدة بيانات الرقم القومي، هي اللي هتحدد الخصائص ووظيفة كل النظم اللي هتشتغل بعد كده، هي اللي هتطرح المناقصات، ازاي ممكن يبقى لها بنية تنظيمية تخدم القطاع، ازاي هتحدد الكوادر البشرية بتاعتها، وازاي هنعمل البنية التحتية بتاعة هذه اللجنة. الحاجة التانية هي اللائحة التنفيذية للقانون، ودي بيبقى فيها أكتر من 60 أو 70 مادة. المفروض إن احنا نقترح نصوص ونحطها قدام صناع القرار عشان النصوص القانونية اللي جاية تسمح بإن احنا ندخل التكنولوجيا بأكبر قدر ممكن في عملية الانتخابات بالكامل في كل خطواتها اللي هي حوالي 19 خطوة. من غير دي مش هنعرف نتكلم على تصويت إلكتروني أو غيره. موقف القطاع في معركة إصدار القانون، أنا هنا هعرض قدام حضراتكم خلاص آخر واحدة. اللي قدام حضراتكم السلايد دي بتقول إن مراحل الانتخابات هي 19 مرحلة، التصويت الإلكتروني هي مرحلة من 19 وهي جاية في الترتيب 13، لكن اللي حصل إن احنا اشتغلنا للأسف على التصويت الإلكتروني وصدرناه للجمهور ولصناع القرار على إنه هو ده اللي احنا عايزينه، فوصلت رسالة سلبية عند الناس اللي بتاخد القرار إن احنا شركات بتدور على بزنس تاخده مش حريصة على أنها تشترك في أنها تبني نظام جديد. لكن كان في جانب إيجابي أنه تشكلت لجنة في الوزارة، واللجنة دي عملت ورقة عمل، ورقة العمل وصلت لمجلس الوزراء والمجلس العسكري، وكان من ضمن الحاجات اللي حضراتكم شفتوها في مواد القانون اللي فاتت كان خارج من هذه الوثيقة، فده كان جهد إيجابي للقطاع اتعمل فيه. شكرا. شكرا أستاذ جمال. يعني اعتقد ان الصوره اللي وضعها قدامنا الاستاذ جمال هي كانت صوره مهمه في تكوين الاخير لصوره كايرو اي سي تي في مرحلته النهائيه في القضايا اللي اهتم بيها والقضايا اللي بيهتم بيها. فبشكر الاستاذ جمال على هذه الاضافه. هنبتدي دلوقتي في جلستنا الختاميه الحوار ان كايرو اي سي تي عنده وعد للمستقبل، وعد للغد، وعد هيتقدم به مجموعة من المحترفين من أهل صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هنتناقش حوله وهيدور حوله. بدعو محدثينا النهاردة الدكتور طارق السعدني الرئيس التنفيذي للهيئة القومية للبريد، دكتور عبد الرحمن الصاوي أستاذ الاتصالات ورئيس مجلس إدارة الشركة شركة مصر للنظم الهندسية، الأستاذ أيمن عبد اللطيف المدير العام لشركة مايكروسوفت إيجيبت، الأستاذ طه خليفة المدير العام لشركة إنتل إيجيبت، الأستاذ عمرو طلعت المدير العام لشركة IBM Egypt، والأستاذ أحمد قبيل الرئيس التنفيذي لشركة OMS. تفضل يا فندم.
معالي الوزير اسمح لي الاول قبل ما ابتدي هذا النقاش اني اعلن بعض الارقام الخاصه بمعرض كايرو اي سي تي هذا العام. كنا في تاني يوم اعلنا عن رقم في زياده عدد الزوار. هذا الرقم تغير اليوم وتحسن بشكل كبير جدا. الزياده في عدد الزوار لمعرض كايرو اي سي تي 2011 مقارنه ب 2010 36.4% زيادة عن العام الماضي. هذا الرقم انعكس فيعكس الاهتمام الشديد الذي حدث. الاهتمام زي ما قلت قبل كده اهتمام حضرتك شخصيا بالتواجد بشكل مستمر اللي موجود بهذا الاقبال الشديد اللي موجود على كل جلسات المؤتمر. حتى يوم الجمعة بالامس في الوقت الذي تظاهر فيه المصريون في الكثير من مواضع القاهرة كان الإقبال كبير، ويعني يعني مش هقول إنه زي النهاردة ولا زي يوم الخميس، ولكن كان الإقبال كبير هنا على المعرض. بعض الأرقام الإلكترونية اللي بنتكلم عنها، شهر مايو الموقع بتاع كايرو اي سي تي شهد 3,998,301 هيت. عدد الهيتس في المتوسط وصل ل 5,949، وصل في وقت من الاوقات ل 51,464 هيت بير سكند. بير داي وصلنا في يوم من الايام اللي هو كان اول امبارح الى 473,373. الجلسه اللي حضرتك كنا بنتكلم عليها كانت النهارده، الجلسه اللي حضرتك حضرتها وكان بتتكلم عن الانتربرينورشيب كان فيها concurrent users at the same time في الستريمينج للجلسة 3,411 فيور، واعتقد ده رقم بعيد تماما عن اي رقم وصلنا له قبل كده. الترافيك لأول مرة، وبنشكر الجماعة اللي هم دخلونا على الفيسبوك وخلونا اننا يعني نروح ونرد وناخد وندي، فعدد اليوزرز اللي جم للويب سايت بتاعنا according to Alexa 41.18% منهم جايين لنا عن طريق الفيسبوك. A promise for tomorrow، يعني وعد للمستقبل، هذا هو ما خرجت وخلصت به صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعها صناعة الإعلام التي شاركت في هذا المعرض أيضا بقوة. وعد للمستقبل سواء لشعب مصر أو وعد بالمستقبل للعالم كله. تاني هنرجع للكلمة اللي بتقول إن إحنا عملنا a vote of confidence لمصر ولاقتصاد مصر، وختاما هيكون لدينا وعد لمصر، وعد بالعمل ووعد بالكثير من الجهد اللي هو المفروض إن هو يتم. خليني أبتدي الأول مع الدكتور طارق السعداني اللي كان مودريتور لجلستنا الماضية التي كانت تتعلق بالبريد. دكتور طارق، رؤية حضرتك وأنت على رأس منظومة صعبة، البريد ليس منظومة سهلة، فيها الكثير من المشكلات وفيها الكثير من الآمال والتطلعات لأكثر من 50,000 واحد بيشتغلوا جواها وللملايين اللي بيتعاملوا معاها، ما هو الوعد الذي تقدمه للغد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ألف شكر أسامة بيه على وجودي معاكم هنا في الجلسة الخدمية. طبعا زي ما حضرتك قلت، هو بالنسبه للبريد، بالنسبه للهيئه القوميه للبريد والوعد اللي ممكن تقدمه هنا، احنا طبعا وجودنا الاساسي اللي الناس دايما تسال عليه، ليه الهيئه القوميه للبريد ضمن منظومه الاي تي؟ الحاجه اللي الناس طبعا لازم اعرفها ان البيزك انفراستراكشر بتاع الهيئه القوميه للبريد هو كوميونيكيشن اند اي تي. فطبعا وجودنا هنا اساسي. اللي انا بقدر اوعد بيه الفتره الجايه ان كل خدمات، ان احنا يعني عندنا فيجن واضح جدا ان احنا عايزين نبقى اكبر مؤسسه اقتصاديه في مصر والوطن العربي، من ناحيه مش بس من ناحيه عدد العماله، لا من ناحيه الدخل ومن ناحيه الاوبريشن طريقه التشغيل. اللي يضمن لي كده وجود الاي تي معايا.
أنا النهاردة عندي انتشار كبير جدا في جميع أنحاء قرى ومحافظات ونجوع مصر، عندي 4000 مكتب متوصلين، بنوصلهم كلهم ببعض ببنية كوميونيكيشن، بنية قوية مع بعض، عندنا أبليكيشنز عايزين بنقدر نخش في خدمات جديدة كلها اي تي بيزد، مش بس لوكال لا ريجنال وجلوبال. عندنا النهارده بنبتدي نقول ان احنا موديل كبير للي بيحصل في الريجن وفي افريكا، فبنقدر نصدر خدماتنا اللي بنعملها دي، بنقدر نصدر السيستمز اللي بنيناها للبلاد دي. انا شايف ان انت النهارده لما تبتدي تيجي وسط ال 50,000 دي وتبتدي النهارده تقدر تقول انا بشتغل كده داخليا، ده نظام الاوبريشنز بتاعتي، دي الاي ار بي سيستمز بتاعتي، يعني انا ازاي بعمل البيزنس من اول طريقه العمل، من اول الكي بي ايز اللي بتحكمني، قاعد في مكتبي النهارده بقى شايف كل النتورك بتاعتي ايه، فين المشاكل، فين البوتل نكس في الدليفري، فين البوتل نكس في الاستثمارات، ايه اللي حاصل بالنسبه للفاينانشال ترانزاكشنز، ايه اللي حاصل في الماركتس، كل دي قدامي في داشبوردز وكي بي ايز كبيره، بقدر اقول النهارده بس ان انا اخد المؤسسه دي والمنظومه دي تو ذا نكست ليفل. فيعني ده اللي انا بفكر فيه ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور عبد الرحمن، يعني كتير قوي واحنا هنا في المعرض كل ما نلتقي بحد يقول الدكتور عبد الرحمن الصاوي استاذي. الدكتور عبد الرحمن الصاوي في وجود الكثير من الناس اللي حضرتك سواء درستهم في الجامعة او حضرتك كنت في العمل الميداني بترقصهم، وهم النهاردة اصبحوا من اصحاب الشركات او اصبحوا من اصحاب الاعمال. النهاردة الكل عنده حالة من حالات القلق من بكرة، كلنا قلقانين، محدش شايف المستقبل وردي وباهر، ولكن كلنا عندنا الفكرة بتاعت ازاي نتغلب على ما هو قادم من مصاعب. رؤية حضرتك اللي عادة ما بتكون واقعية، لا هي متفائلة زيادة عن اللزوم ولا هي متشائمة زيادة عن اللزوم، بتقول ايه؟ هي القضية واضحة بالنسبة لي في الحقيقة، يعني مش عايز اقول كلام انشائي كثير، مش عايز اقول ان احنا بنعدي في فترة او هتعدي، لا مفيش حاجة بتعدي لوحديها. وسبق على فكرة قبل يوم 25 يناير انا كنت بتكلم في ندوة وقلت there is no light at the end of the tunnel, we have to create our own light. لازم ان احنا نشتغل عشان نخلق هذا اللايت. احنا عندنا النهاردة opportunity يعني قلما تحدث، الا وهي ايه؟ ان البلد دي كلها محتاجة احتياج اساسي الى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عشان نقدر نتحرك قدام. دي واضحة. كنا باستمرار بنقول ايه؟ ان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تستطيع القيام بدور ايجابي في التطور في هذا البلد. لا، النهاردة القضية اصبحت ليتل بيت مختلفة شوية. ازاي؟ ان ده اصبح شيء اساسي وحتمي. تعالوا نفكر فيها كده بمنتهى البساطة. عشان نحل مشاكلنا في قطاع التعليم سواء الجامعي او قبل الجامعي، ما فيش اي طريقة غير ان احنا نوظف هذه التكنولوجيات توظيف واضح عشان نقدر نصل الى الناس، نقدر نساعد الناس بسعر معقول. يعني كان في فكرة ان شفتها اطرحت اكثر من مرة، ان يبقى في ديفايس زي الكندل كده والكتب الجامعية بدل ما نوزعها وتترمى ونوزعها وتترمى، الفاقد الرهيب اللي بيحصل ده، احنا ننزل للولاد كتب الجامعية وكتب غير جامعية على الكندل، وبالتالي وفرنا على الناس كلها فلوس ووفرنا شغل كتير جدا. تكنولوجي موجودة ونستطيع ان احنا نستخدمها. في الصحة نفس الوضع، بقالنا سنين بنتكلم على الرقم القومي واستخدامه في الصحة وما شابه ذلك. النهاردة اصبحت حتمية عشان نوفر فلوس التأمين الصحي وعشان نمد خدمات التأمين الصحي. الكلام اللي احنا نسمعه بقالنا سنين، وي كانوت دو ات، لا يمكن نقدر نعمله من غير استخدام واقعي وحقيقي لتكنولوجيا المعلومات. فاصبحت فرض وليست اختيار. النهاردة ده نفس الوضع، الموضوع اللي كان بيتكلم فيه الأستاذ جمال من شوية، موضوع الانتخابات الإلكترونية. النهاردة احنا عندنا 45 والأرقام بتقول نوصل ل 50 مليون ناخب. ازاي هنهندل ال 50 مليون ناخب دولت من غير استخدام تكنولوجيا المعلومات، مع اختلافي الشديد مع القانون كمان؟ انا لا اعتقد ان بطاقة الرقم القومي تصلح اساس الانتخابات، وده موضوع نتكلم فيه لوحدينا يعني. ولكن القضية واضحة، لابد ان يكون هناك وسيلة لاستخدام هذه التكنولوجيات، ودي مسؤوليتنا. ليست مسؤوليتنا ان احنا نعدل القوانين، ولكن مسؤوليتنا ان احنا نطالب ونوضح، ومسؤوليتنا نحط النظم، لان المحاميين مش هيعملوا
النظم الالكترونيه، دي شغلتنا، ليتس دو اور ورك وخليهم هم يشتغلوا بطريقتهم. طول عمرنا ده اللي احنا بنعمله، بنعمل شغلنا والباقيين بيجوا. نتمنى ان احنا نستمر كده. طيب احنا لما اقترحنا فكره فيجن 2020 الحقيقه كان في حوار بيني وبين الاستاذ عمرو طلعت ان اي بي ام عندها فيجن 2020، وابتدينا نفكر، قلت فعلا احنا ليه النهارده واحنا في 2011 ما نفكرش في فيجن 2020. اتكلمت مع الاستاذ ايمن عبد اللطيف لقيته بيقول لا احنا لازم نتكلم في حلول اقرب من كده. اتكلمت مع الاستاذ طه قال لا حلول وسط. قبل ما هتناقش مع ثلاثه من اكبر المالتي ناشونالز العاملين في مصر اللي هم جواهم بيعمل الاف من الشباب المصري وجواهم بيحصل تطوير للكثير من البرامج للشباب المصري، فقلنا نستطلع راي الشباب المصري. انا هطلب بس من شباب الكاميرات ان هم يطفوا الكشافات الكبيره ديت اللي موجوده ونشوف مع بعض الشباب اللي موجودين هنا جوه كايرو اي سي تي قالوا ايه في 2011 و2015 و2020. نطفي بعد اذنك الكشاف الكاميرا. واضح ان الشباب ما قالوش حاجه. ها مفيش شباب؟ في شباب. سنة الثورة وبإذن الله البلد هتبقى كويسة وهتتعلم. شايف مصر بتتغير رايحة ناحية الأفضل إن شاء الله. شايف إن في فرص كتير بتتفتح بالنسبة لنا غير مستقرة. ممكن نتعب فيها شوية عشان نوصل للأحسن. شايف إن شاء الله إن البلد هتطور لقدام. ما بعد الثورة سيكون أحسن بالتقدم التقني اللي نحن بنحضره وبنشهده الآن. شايفة البيزنس هيكبر جدا لأن دلوقتي من دلوقتي ابتدى البيزنس يكبر، ابتدت الناس تفهم أهمية الديجيتال ميديا وأهمية الأونلاين بريزنس والآي تي والكلام ده. 2015 نكون حققنا كل اللي بنحلم بيه السنة دي. أتمنى ما يبقاش فيه أمية في مصر. شايف إن فيه بوتنشال كتير، الآي تي ليه مكان كبير قوي في المنطقة. مع شركات تانية وعايزة بلاد تانية عندهم انترست يجوا مصر في الفترة الجاية. 2015 عاملة ازاي في كلمة هتبقى كل حاجة اي ثينك باي تاتش، يعني هتبقى باللمس ده لأن التكنولوجيا هتبقى متطورة بدرجة سريعة جدا. انتوا اي سي تي اكتر والبلد احلى بلد في الدنيا. 2020 مصر هتنافس الدول العالم المتقدمه في كل المجالات. الحاجات اللي احنا بنشوفها دلوقتي لا ممكن في 2020 اما هتنتهي او في 2020 هتكون اتطور. نعترف بوجود مشكله كبيره في مصر وهي التعليم، لازم يتعالج صح. ثانيا مشكله الامن وعلاقتنا بالامن. ان كل واحد في وظيفته او في شغله ان هو يشتغل بجد، ان احنا حتى
لو كانت فكره جديده وغريبه شويه عن المجتمع مش من العيب ان احنا نسمع ليها. لازم نركز مع small medium enterprises، لازم ننميهم عشان دول ناس كبيره عايزه حتى هتساعد في الامبلويمنت والمشاكل بتاعت الامبلويمنت هذه كلها، وعندهم افكار وحاجات كلها، فلازم ننمي الاندستري والفاينانس، نشوف ايه طاقتنا ونعمل على ان احنا نبنيها ونعرف ايه بالظبط الاساس اللي احنا نقدر نقول هنقف عليه ونبني عليه ونستفاد من الدروس كلها اللي احنا كل يوم بنتعلم منها. لازم نركز ولازم نتعلم كويس جدا ونبقى منفتحين على العالم وعلى التكنولوجي، لان هي دي اللي هتودينا للطريق اللي احنا عايزين نوصل. احنا دلوقتي قدامنا الباب مفتوح، مفيش اي فساد موجود، مفيش اي حد ذو كفاءه هيتقدم المجال بغض النظر عن هويته او عن اي حاجه تانية. لا، هو الراجل ده كفاءه ان هو يوصل للمكان ده. لكل واحد يشتغل وكل واحد يقدم اللي هو عليه ودايما يخلي ضميره هو الرقيب عليه، اعتقد كلنا هنقدر ننجح ونعلى بشان البلد. ندخل في السيستم العالمي، النظام العالمي، ان احنا نعمل معاهدات، بان احنا ندخل في سيستم تاني خالص اللي هو بنسميه جلوبالايزيشن، العولمه اللي احنا اوريدي شغالين فيها، والمفروض ان هو على 2020 هتبقى فيه تطورات كتيره تانيه خالص. ده اللي الشباب عايزينه وده اللي الشباب شايفينه. مش عارف كان الصوت واضح ولا ما كانش واضح، لكن الشباب شايف بلده أحسن، شايف بلده أفضل، لأنه عنده كل الأمل. طبعا لأن معظمهم كان أو كلهم موجودين جوا كايرو آي سي تي، فهم طبعا شايفين أن الآي سي تي هو البيس. نرجو أن الصورة دي تبقى واصلة لباقي المجتمع. أستاذ عمرو طلعت، لما فكرت وقلت 2020 فيجن 2020 والاختيار لتسع سنين ونص من دلوقتي أو 10 سنين من دلوقتي، البعض هيقول لك أنت قاعد تفكر لعشر سنين قدام وإحنا مش عارفين هنطلع إزاي من العشر شهور اللي جاية، شايفها إزاي؟ مرسي يا اسامه. الحقيقه هو الموضوع زي ما انت قلت محورين. المحور الاول هو لازم نبص على المشاكل الملحه الان، التحديات اللي بيواجهها المجتمع النهارده، زي الامن، زي سرعه انجاز التحقيقات اللي بتتوالى على جهات التحقيق وما الى ذلك من مشاكل ملحه ماثله امام مجتمعنا النهارده. لكن هذا لا يمنعنا ولا يجب أن يعوقنا أن يكون لنا نظرة استراتيجية. ويمكن لما فكرنا في 2020 كان التفكير أنه مش عايزين في المرحلة الحالية نفكر في استراتيجية بعيدة الأجل أكثر من هذا، يعني 2030 مثلا أو 2050 زي ما دول أخرى بتفكر. قلنا 2020 هي فترة كافية لتحقيق رؤية استراتيجية لما يمكن أن يكون عليه المجتمع المعلوماتي. الحقيقه احنا بنؤمن انه يعني مقدار نجاحنا كمجتمع معلوماتي هو مقدار ما نؤديه للمجتمع من خدمات، مقدار ما نضيفه للمجتمع سواء من فرص عمل، من نمو اقتصادي، من قدره على تصدير الخدمات والتكنولوجيا، من خدمات يؤديها مجتمع المعلومات من خلال مشاريع الى المواطن. وهو ده اللي حدد استراتيجيتنا في 2020 وحددناها على 4 محاور رئيسية لخدمة المجتمع. افوت فيهم بسرعة ولا اتفضل اتفضل. الـ4 محاور الحقيقة بيشملوا عدة جوانب من في نفس الفكرة، يعني خدمة المواطن والنمو الاقتصادي. هاخدهم من غير ترتيب كده. المحور الأول هو إدارة موارد الدولة، إدارة موارد المجتمع. السؤال هو هل الموارد التي لدينا الآن مدارة بأحسن طريقة ممكنة؟ هل الاستفادة من الموارد القائمة الآن معظمة قبل ما نفكر نستثمر فيه أو بناء موارد جديدة في مجال معين؟
موارد أمنية، موارد طرق وكباري، موارد مية، طاقة، مدارس، أيا كانت موارد المجتمع، هل هي النهاردة مدارة الإدارة المثلى التي تحقق الاستفادة العظمى، ولا يمكن إدارتها بشكل أحسن؟ وهل الإدارة دي تتغير حسب تغير الموقف؟ يعني لو بندير أزمة أو بندير موقف أو بندير حدث معين، كيفية إدارة موارد الدولة في هذه المستويات المختلفة؟ المحور الثاني هي رفع خدمات المواطن اللي بتؤديها الحكومة. ازاي نقدر نحقق تكامل ما بين البيانات الموجودة في مختلف الأماكن الحكومية وفي مختلف القواعد الحكومية، بحيث اننا نقدر نقدم للمواطن خدمة افضل ونقدم للمواطن خدمة اسرع بتكلفة اقل. المحور الثالث محور اقتصادي، وهو كيفية المساهمة في مشكلة البطالة. يمكن فكرنا في السياق ده في المايكرو ايكونومكس وكيفية اتاحة قروض صغيرة او متناهيات الصغر لعدد اكبر من المواطنين. التحدي في هذا النوع من القروض هو تكلفة ادارتها. تكلفة ادارة قرض ب 500 جنيه ازاي تبقى 5 او 6 جنيه او 7 جنيه بدل ما تبقى 2000 3000 جنيه زي قرض بالملايين. التجربة دي الحقيقة طبقت في العديد من الدول، في لاتين امريكا، في اندونيسيا طبعا تجربة رائعة، في ساوث افريكا اي بي ام كان لها مشاركة في هذه التجارب، ويعني الفكرة ان احنا نقدر ننقلها لمصر. المحاور اللي اتكلمت عليها حقيقة بتتكلم على نواحي اجتماعية، بتتكلم على من الجوانب الحياتية للمواطن، وعلى تنمية اقتصادية في نفس الوقت. تمام، يعني القروض الصغيرة دي مش قروض هتطلع من اي بي ام يعني. لا مش هتطلع من اي بي ام، بس هنديرها في اي بي ام. اي بي ام هتدير القروض. المشكلة على فكرة، يعني سيريسلي مش في اتاحة القروض، لان هي المؤسسات المصرفية لديها الاموال. هي المشكلة ازاي يقدر يدير القروض ده بشكل كفء. لان انت ما تاخد قرض ب 10 مليون جنيه سهل تديره، لكن لما ادي لك قرض ب 500 جنيه صعب جدا ان انا اديره وتابعك وتابع المشروع بتاعك وتابع السداد وما الى ذلك. احنا هنسهل لك وناخد القرض ب 10 مليون بلاش ب 500 جنيه. طيب عايز يعني انا عارف ان احنا المفروض ان في بروتوكول للشركات العالميه واحنا بنتكلم، واي بي ام ومايكروسوفت وانتل، ولازم نراعي ده، بس اعتقد احنا هنا كمصريين وكاصدقاء مش بنتكلم ببروتوكولات الشركات. فاسمعوا لي، ده انا عايز اعمل قفزه كده واروح للاستاذ احمد قبيل بصفته راجل انتربرينور في المقام الاول، راجل شركته ابتدت سنه 2001، يعني من 10 سنين بس. لما ينظر هو وهو ابتدى من 10 سنين ثم انفتح على اسواق موجوده في الامارات وفي الخليج وفي غيره، وعندك عدد موظفين فجأة زاد منك وكبر منك، ثم فجأة جت أزمة موجودة، يعني كل ده حصل، شايف الدنيا ازاي من منظورك كانتربرينور؟ كنت بتقول الدنيا صعبة، الحمد لله شمينا نفسنا فالدنيا رجعت بقت صعبة تاني. تمام. طيب شكرا أستاذ إمام. هو عموما في العشر سنين اللي فاتوا الطريق ما كانش وردي، بس يمكن الدرس اللي اتعلمته في العشر سنين اللي فاتوا ان لما الظروف بتبقى اكثر صعوبة، هو الوقت اللي بنحتاج نبص بيه لقدام، محتاج نبص لايه الفرص اللي موجودة، نبذل مجهود اكتر شوية من اللي بنبذله في الظروف الطبيعية. يعني قبل قيام الثورة وقبل الظروف الصعبة اللي احنا بنمر بيها، معروف ان العشر سنين اللي جايين حجم التطور اللي هيحصل في قطاع تكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمي بيساوي التطور اللي حدث من ساعة ما ابتدى حاجة اسمها تكنولوجيا معلومات، وده بيفتح فرص لكل الناس. opportunities are endless زي ما بنقول. احنا بنعدي بمرحلة صعبة، ده شيء اكيد واساسي، انما الفرص اللي تواجدت مع الظروف اللي احنا فيها النهاردة فرص غير منتهية. اولا النهارده اللي حصل، احنا بنشوف ناس اعمارها السنيه موجوده على الفيسبوك النهارده،
عمرهم ما كانوا هيفكروا يدخلوا على الفيسبوك، ومش بس يدخلوا علشان يقول انا عندي اكاونت، لا ده بيدخل وبيشارك، بيشارك برايه وبيعمل بوست وما الى ذلك. وده ادى الى ان في مصر في هذه الظروف اللي احنا فيها الادابشن للانترنت، استخدام تكنولوجيا المعلومات في الاربع شهور اللي فاتوا زاد بشكل رهيب جدا. بيفتح فرص النهارده الخدمات من ضمن الخدمات المرتبطه بالحكومه الالكترونيه، التريدنج سيرفيسز، النهارده جهات زي ما دكتور طارق بيتكلم على البريد عايز يبقى مور اي تي انيبلد، ده كله بيفتح فرص كبيره جدا للانتربرينورز ان هم يطلعوا بافكار وان هم يقدروا يتحركوا. هاخد نفس المعلومه اللي انت قلتها برده اسامه، في 3000 وشويه واحد كانوا كونكتد مع السيشن بتاعت الانتربرينورشيب، يعني في ناس كتيره قوي النهارده في مصر. الثوره اعادت احياء احساس المصري بنفسه، وهو ده الاسد الحقيقي اللي موجود في بلدنا. النهارده في ناس كتيره قوي حاسه ان احنا نقدر نعمل حاجه، ان بكره ممكن يبقى احسن. وانا الصوت ما كانش واضح، بس اللي كنت شايفه كده من وشوش الناس، الناس عندها امل في بكره، وهو ده اللي بيوحي جوه اي انتربرينور الاحساس ان انا ممكن اعمل حاجه وتطلع نتيجه. لو اخذنا الاحساس ده وحطيناه جنبه الفرص الغير متناهيه سواء في مصر او المنطقه اللي احنا فيها، سواء كانت الشرق الاوسط وافريقيا مع السياسات الجديده للحكومه الانفتاح على افريقيا، او الفرص اللي موجوده في العالم، لازم نبص على الفرص دي قد ايه بكره بتاعنا ده ممكن يبقى في ايدينا حاجه قويه. بس هو الطريق مش سهل، وده اللي كلنا يجب ان نتفق عليه. والطريق ده في ايدينا احنا، يا هنقدر نوصل للاوبورتيونيتيز اللي موجوده دي يا مش هنقدر. ده مساله اكسكيوشن بقى. تمام، يعني اطلقوا اسم ربيع العالم العربي على الثورات التي جرت في عدد من البلدان العربيه. هاخد من كلام الشاعر العظيم تي اس اليوت وهو بيتكلم عن الربيع، وهو بيقول April is the cruelest month of the year. Breeding lilacs out of the deadland, mixing memory with desire. الربيع مؤلم لمن اعتاد على الشتاء. الربيع مؤلم لمن اعتاد أن يغطيه الجليد. هذا هو بقاله تي اس اليوت. فبالتالي فترة الألم اللي احنا بنمر فيها والتعثر والتعسر اللي بنمر فيه هو غالبا لو احنا اخترنا هيكون فترة ربيع لتفتح ظهور، ليست فقط في ظهور الشباب الذي خرج إلى ميدان التحرير، ولكن التفتح في ظهور الرغبة لدينا في أن نحيا بشكل أفضل. خليني أقول برضو مع الأستاذ طه خليفة، وهو كان واحد من الناس اللي رفعوا سماعة التليفون وكلمني يمكن في أواخر فبراير وقال لي أسامة كايرو اي سي تي إمتى؟ قلت له احنا بلاننج نعمله في اخر مايو. قال لي ليه مستني ده كله؟ فقلت له يا طه ما انت شايف البلد عامله ازاي؟ قال لي لا احنا عايزين نعمل وعايزين نتحرك. فكان واحد من الناس اللي ادوني حقن الشجاعه ان انا اكمل واستمر، اننا نوصل نبقى قاعدين النهارده ومتبقي قدامنا ساعه ونص على نهايه كايرو اي سي تي. شايف مصر ازاي بعد ما دبستني في كايرو اي سي تي؟ اولا طبعا سامعني كده؟ أنا سامعك بس هم لا. طبعاً زي ما أنت شفت الأرقام، كايرو أي سي تي حقق نجاح. كايرو أي سي تي حقق نجاح زيادة 36% تقريباً، فده يدل إن إحنا كانت عندنا فيجن بالنسبة لكايرو أي سي تي. لو بصينا لمجال التكنولوجي إن جنرال، عايز أقول لك إحنا بنفكر إزاي كشركة عشان أدي برضو جرعة ثقة شوية للي بيحصل في البلد هنا، وبالذات الدور بتاع الاي سي تي. اللي احنا شايفينه احنا بنبص لحوالي 2015. لو بصينا من دلوقتي ل 2015 ايه اللي هيحصل؟ بنتوقع على مستوى العالم تقريبا 1 بليون مليار واحد هيخشوا على الانترنت. بنتوقع ان ثلثين حجم الاعمال بتاع شركه زي انتل هيكون في الاسواق الناشئه. وان ثلثين من المبيعات هتتحول من الديسكتوب للموبيليتي بتاعتنا. الحاجه الثانيه اللي لها تاثير كبير علينا واجدين ان بيسميها عدد الاسابيع بتاعه العمل اللي بتخليني اقدر اشتري جهاز بي سي بتقل من حوالي حاجه و40 ل 2015 هتوصل لخمسه سته اسابيع في بلد زي مصر ان شاء الله.
كل دي بتدينا انديكيشنز جامده لان في زياده بتحصل على في مجال التكنولوجي وفي مجال وتقدم جامد جدا. زي ما احمد قال كان بيقول ان العشر سنين الجايه هنشوف فيها تقدم في مجال التكنولوجي اكبر من اللي حصل في الفتره اللي فاتت دي كلها. احنا بدانا نشوفه فعلا. لو بصينا 2010 حجم الداتا اللي عدت على الانترنت على مستوى العالم كان حوالي 175 اكسا بايت، اكسا ده 10 to the power of 18. حجم الداتا اللي عدت على الانترنت من اول ما الانترنت اتعملت لحد 2009 كان 150. ففي سنه واحده عدى على الانترنت مور داتا ده اللي عدت تقريبا في 30 سنه اللي فاتوا. في 2015 هيبقى في 1000 اكسا بايت متوقع يعدوا على الانترنت، يعني تقريبا 10 اضعاف اللي عدى على الانترنت في تاريخها. اوبورتيونيتيز جامده جدا واوبورتيونيتيز مهمه جدا بتخلينا نبص للفيجن بتاعتنا بالنسبه لمصر. لو بصينا لمصر بصوره خاصه وبدانا نبص على مصر، 2015 بنتوقع ان يكون عدد مستخدمي الانترنت في مصر حوالي 45 مليون. ده بيوصلنا تقريبا 50% من البوبوليشن بتاعه مصر. عدد اللي هيخشوا على الانترنت عن طريق برود باند تقريبا حاجه و20 مليون، هيكون معظمهم 3G. طبعا دي تغييرات جامده جدا بالنسبه للمجتمع في مصر وبالنسبه لاستخدامهم في التكنولوجيا. استخدام التكنولوجيا هيأثر في ايه وايه الحاجات اللي احنا شايفينها؟ واجدين اول حاجه واهم حاجه طبعا مجال التعليم. زي ما اتكلمنا وزي ما حصل مناقشات قبل كده، دور التكنولوجي في مجال التعليم مهم جدا ولو امباكت على التلميذ وعلى المدرس وعلى الفاميلي. لو احنا حولنا الحجم الانفاق على الدروس الخصوصيه ده في مجال التعليم عندنا ممكن نحقق طفره كبيره جدا وممكن نغير في الاسلوب بتاع التعليم في مصر. مجال الصحه والعلاج عن بعد ده مهم جدا خصوصا ان احنا عندنا قرى ناشئه كتيره جدا ما عندهمش اكسس لهوسبيتالز وحاجات كده. الحاجه الاخيره والمهمه جدا موضوع الانوفيشن. احنا كنا خلال الفتره اللي فاتت كنا في مجال التعهيد بدانا نخش الموضوع الانوفيشن وازاي ان احنا تبقى مصر مكان بنعمل فيه جنريشن للاي بي. عندنا فرصه كبيره جدا في التقدم اللي بيحصل ان احنا نقدر نوصل بمصر في مجال الاي بي جنريشن للنكست ليفل. خلال الفتره اللي فاتت وفي ضمن احداث الثوره احنا انتل عملت اكوزيشن لاحد الشركات المصريه اللي بقت حاليا بتعمل ديفلوبمنت لكور تكنولوجي من الانتل. بتعمل تكنولوجي للال تي اي ستاك واللي هتستخدم في كل الحاجات. دي كانت البدايه. توقعاتنا خلال الفتره الجايه ان شاء الله ان احنا هيبقى في تعاون اكتر وديفلوبمنت اكتر للاي بي جنريشن في مصر عشان نقدر نوصل لمصر لدوله في الهاي اند اوف ذا سبلاي تشين بتقدر تعمل اي بي جنريشن. فالمستقبل شايفينه بالارقام بالدلائل احسن ان شاء الله، بس احنا ان شاء الله نعدي الانفليكشن بوينت دي. شكرا. شكرا. 1000 هكسا بايت 2015 يعني رقم كبير، اعتقد ان لازم يبتدوا يغيروا بقى، يقولوا بدل ما يقولوا 1000 هكسا بايت يسموها حاجه تانية بدل هكسا بايت بقى، يقولوا لها اسم جديد. ليها اسم؟ بس انت مش فاكر. طيب لاف بايت. طيب خليني اقول يعني مايكروسوفت بارتنر معانا في كايرو اس تي يمكن بقى لها 10 سنين بلا توقف، فده اللي اداني الحق ان انا ما بقاش متحرج اقول طب يعني ايمن يتكلم في الاول ولا يتكلم في الاخر ولا يبقى عامل ازاي. فلقيت ان هو معانا ودايما الناس اللي واقفين بره على الريجستريشن كاونترز كل سنه بيبقوا حاطين لوجو كايرو اي سي تي قدام ومايكروسوفت ورا، ففوجئت بيهم وانا داخل النهارده ان هم مش حاطين لوجو كايرو اي سي تي وحاطين مايكروسوفت. مبروك المعرض يا استاذ ايمن. نسمع منك how does Microsoft Egypt شايفة المستقبل مصر، سواء كنا زعلانين مبسوطين، بس اعتقد ان احنا بعد اربع ايام هنا خارجين بانطباعات مختلفة عما كنا عليه يوم 25 مايو. متهيألي كده. ده حقيقي. شكرا يا اسامة. اولا كايرو اي سي تي ومايكروسوفت احنا بنعتبر نفسنا شركاء يعني. انا عايز ابدأ بقصة يعني كنت بعد شهرين من الثورة
عندنا بتبقى جوه الشركات المالتي ناشونال وجوه كل الشركات بيبقى في مراجعه دوريه للتارجتس اللي اتحطت ويعني الارقام والبادجتس. فقلنا لا لازم ننزل التارجتس دي. فبكلم التيم بتاعنا بتاع الهيد كوارترز، واحد منهم راجل لبناني ظريف جدا، اخ يعني عزيز، فبيقول لي طيب هننزل لكم التارجتس بس انا مش فاهم ليه، اذا كنتوا انتوا عملتوا ثورة في 18 يوم الناس متوسمة خيرا وشايفة ان يعني التوقعات من مصر لاستخدام الاي سي تي واستخدام واللي هنتكلم فيه يعني نتكلم فيه شوية لا حدود لها، انا مش فاهم انت عايز يعني على اي اساس عايز تنزل التارجت. وجاية طبعا من راجل لبناني بيقول لي احنا بنبقى في نص الحرب والتارجت بتعلى والشغل ماشي فيعني التوقعات من مصر في مجال الاي سي تي من الخارج الحقيقه مرتفعه جدا وعاليه جدا. ويمكن كنا في مناقشات ويعني اجتماعات مع دكتور ماجد وبعض رئيس الوزراء والاخرين، وسقف هذه التوقعات في الخارج بيرتفع كل ما بيشوفوا الحاجات اللي بتحصل في مصر. والحاجات اللي اتكلمنا عليها هنا في كايرو اي سي تي حاجات زي ايه؟ حاجات زي الناس بتنادي بمزيد من الشفافيه ومزيد من استخدام الاي سي تي علشان الشفافيه. النهارده لسه متكلمين قبل الجلسه دي على استخدام الاي سي تي علشان الانتخابات. يمكن كمان اتكلمنا في سيشن ثانيه عن انتربرينورشيب واستخدام اي سي تي علشان زياده الانتربرينورشيب وفرص العمل في مصر. الجميع في الخارج شايف ان المستقبل، ومش بتكلم على المستقبل البعيد يعني 2010 مهم جدا طبعا يبقى عندنا رؤيه، دي في غايه الاهميه عشان نقدر نبيع مصر للخارج، انما كذلك على الفتره القصيره والمتوسطه الناس كلها متوسمه خيرا. انا حسيت بفرق فظيع ما بين الناس اللي اتكلمت معاهم داخل كايرو اي سي تي في اول يوم عن النهارده. في روح من التفاؤل، المؤتمر جمعنا اتناقشنا في حاجات، حصل بيزنس قدام عينيا، حصل بيزنس ما بين الناس وابتدوا يتكلموا على ايه فرص العمل، ايه اللي ممكن نعمله، ايه المجالات اللي ممكن نشتغل فيها سويا. متفائل جدا، بعض التفاؤل جاي من الحاجات اللي شايفها واللي حسيتها، وبعضه مش عارف ليه بس متفائل جدا. شكرا. معالي الوزير، في الجلسه الافتتاحيه لو حضرتك تتذكر طرحت فكره وقلت عايزين نعمل جايزه للاي كونتنت والام كونتنت وما الى ذلك، واخدنا كوميتمنت لرعايه ليها من الشركه المصريه للاتصالات المهندس محمد عبد الرحيم ومن موبينيل ومن فودافون ومن مايكروسوفت. قبل ما هسأل بس على البروميس الأخير، أحب إن أنا آخد كوميتمنت من الشركات التانية اللي موجودة معانا على البانل إن هم يسبونسر معانا جايزة لـ إي كونتنت وموبايل كونتنت للديفلوبرز إنها تتعمل، لأننا اتكلمنا مع الدكتورة عفت الشوكي واتفقنا على موعد حول هذا الموضوع انه يكون في حدود فترة سبتمبر اكتوبر. فاحب اسمع بعد اذن حضراتكم بلا اي ضغط اذا كنتوا تحبوا. لو ده مش ضغط مش عارف كل ده مش ضغط بقى ضغطي ازاي. يعني it's a free country. انا باسم انتل واي بي ام انا يعني بتعهد ان احنا موافقون، انا داخلين كلهم وانا ما اقدرش اكسر كلمه لايم. تمام كوميتمنت. احنا هناخد الشيك من مايكروسوفت وندفع على طول، مفيش مشكله. Do we have your commitment؟ مش مشكله ان شاء الله. احمد، احنا هنسبونسر 10,000 دولار، احنا شركه مصريه فيعني هنشوف بقى المالتي ناشونالز هيحطوا قد ايه. البريد كوميتمنت. هنشوف. ها؟ والله لازم نشوف. اتفضل. يعني انا نعم بالامر المباشر.
الامر المباشر لازم يكون ماجد. هو انا لسه انا والدكتور ماجد كنا بنتكلم على الامر المباشر وبتاع، بس انا وطيت الامر المباشر بتاعي واي حاجه بيصاير الدكتور ماجد. يعني اي ام شور احنا مش بنتكلم على حاجه تجاريه على الاطلاق، احنا بنتكلم حاجه للشباب المصري طبعاً. واعتقد مش بنتكلم على ارقام ضخمه، احنا بنتكلم على تشجيع الشباب المصري. فكوميتد يا دكتور طارق وما تقلقش. طبعا انا كوميتد ان شاء الله ان احنا كوميتد يا دكتور عبد الرحمن. في الحقيقه انا مؤمن تماما باهميه هذا الموضوع، اهميه مطلقه. يعني يمكن قبل الجلسه دي كنت بتكلم بره مع الدكتور حازم عبد العظيم ان احنا لازم نجو اهيد ونعمل حاجه بهذا الشكل. فوي ار كوميتد يا سيد. ثانك يو فيري ماتش. واحنا بنرحب بباقي الشركات اللي تحب انها تكوميت معانا. احنا الموضوع كله اننا لما سمينا اسم لهذه الجلسه سميناها بروميس فور تومورو. البروميس مننا احنا، وانا ام كوميتنج بشركتي بكايرو اي سي تي على نفس القدر الكوميتمنت اللي موجوده من باقي الشركات اللي موجوده. فالبروميس من عندنا كشركات، والتومورو هو الشباب اللي احنا هنسعى اليهم. وحضرتك شاهد معالي الوزير على هذا البروميس فور تومورو that we have. انا مش عايز اطيل على حضراتكم لان انا عارف ان في ان اليوم كان طويل، وعارف ان في كوميتمنتس تانية موجودة، وفي ماتش الدكتور طارق عايز يروح يلحقه. ف يعني بشكر اولا محدثينا الكرام الدكتور طارق السعداني والدكتور عبد الرحمن الصاوي والاستاذ ايمن عبد اللطيف والاستاذ طه خليفة والاستاذ عمرو طلعت والاستاذ احمد قبيل. وبدعو معالي الوزير الدكتور ماجد عثمان ان هو يلقي الكلمة الختامية لكايرو اي سي تي. شكرا معالي الوزير. اسمح لي يعني قبل القاء الكلمة ان هطلب من حضرتك ان زي ما كرمنا ناس كتير وحاجات كتير وأنشطة كثيرة موجودة، من المواقع اللي تميزت في عام 2011 بعد الثورة في نقل التكنولوجيا كان موقع النافذة العربية لأخبار تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات اللي هو www.arabict.net. اسمح لي احنا ككايرو اي سي تي نحب نكرم هذا الموقع والزميل احمد بكير من الصحفيين المميزين، وان حضرتك تشهد هذا التكريم. فلوس كتيرة. شكرا. تفضل يا فندم. ورقة بيضة. بسم الله الرحمن الرحيم. في نهاية هذه الأيام الأربعة لمؤتمر كايرو اي سي تي، يسعدني أن أكون معكم اليوم وأن أتحدث في نهاية هذا المؤتمر. عقد هذا المؤتمر في ظروف استثنائية، عقد بعد مرور أربع شهور على ثورة 25 يناير المباركة، عقد في فترة الاقتصاد المصري كان فيها في أزمة، وكان ربما اتخاذ قرار بعقد هذا المعرض والمؤتمر كان مغامرة حذر منها كثيرين. أعتقد أنه قرار عقد هذا المؤتمر وكل عقد هذا المعرض وكل الإيفنتس المصاحبة كان قرارا صائبا، وأنا بشكر كل ساندوا هذا المؤتمر. وأحب أقول أنه هذا المؤتمر هو دليل على أنه هذا القطاع هو قطاع كان دائما قويا وسيظل قويا، وأنه هذا القطاع اللي نجاحاته انسحبت على الجانب السياسي بشكل كبير جدا
في تفجير هذه الثورة وفي المشاركة في انتشارها بسرعة وفي تحقيق أهداف كانت في حكم المستحيل. هذا النجاح اللي تحقق على الجانب السياسي يمكن أن يصاحبه أيضا في المستقبل القريب نجاح على المستوى الاقتصادي. لا نستطيع أن نتصور أنه هذا القطاع هو قطاع مثل أي قطاع آخر في الاقتصاد المصري وأنه سيستمر في نمو أو عدم نمو حسب مسارات الاقتصاد، ولكن أعتقد أنه هو أصبح اليوم حقيقة هو ليس أحد قاطرات النمو ولكن هو قاطرة النمو. هذا القطاع كل الدراسات اللي يعني طلعت عليها في الفترة الأخيرة بتتوقع أنه قطاع الاتصالات في تكنولوجيا المعلومات سيكون هو القطاع الوحيد اللي هيعود بسرعة في خلال السنة القادمة إلى نفس المعدل اللي كان بيشهده قبل ذلك، وبالتالي سيكون هو أكبر قطاع من ناحية النمو في كل قطاعات الاقتصاد المصري، وهذا يؤهله بشكل كبير جدا أن هو يكون القاطرة التي ستجر الاقتصاد المصري إلى الأمام، وبالتالي ده بيضع علينا مسؤولية كبيرة. المسؤولية الحقيقة فيها عدة جوانب، من المؤكد أنه حصل زيادة كبيرة للطلب على خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل غير مسبوق. أيضا من المتوقع أنه خلال العشر سنوات القادمة، إذا كنا بنتحدث عن 2020، فالتطور التكنولوجي اللي هيحدث في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العشر سنوات القادمة سيكون أكبر بكثير من اللي حدث في السنوات السابقة، وبالتالي فإنه مجرد سنة واحدة في المستقبل قد تشهد طفرة مثل الطفرات اللي شاهدناها في عشر سنوات قادمة، فإحنا بنتحدث على طلب متزايد بشكل كبير، وده يضع علينا تحدي كبير في إنه لابد إنه العرض يواكب الطلب، فبالتالي نتوقع أن هيكون في طلب متزايد على كل الخدمات اللي بيقدمها هذا القطاع، فبالتالي لابد أن يكون هناك عرض أكبر في البنية التكنولوجية المتاحة حتى تستجيب لهذا الطلب. بالتالي الحقيقة أنه القطاع هينظر إليه نظرة لأنه هو الملاذ الحقيقي للخروج بالاقتصاد المصري من العثرة اللي بيشهدها على الأقل في السنوات القليلة القادمة. بالتالي خلق فرص عمل هيكون هو التحدي الكبير اللي بيواجهنا. كل القطاعات هتنظر لهذا القطاع لأن هو القطاع اللي يمكن أن يسمح بتوليد فرص عمل في الأجل القصير، وده تحدي كبير يجب أن نستعد له.